للمزيد حول الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف الاربيل الناشط السياسي الشيخ فايز الشاووش. اهلا بكم الى هذه الجوله الاخباريه. انباء عن جريمه في منطقه ابو شعبان في الرمادي، ما هي المعلومات المتوفره لديك شيخ فايز؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. يعني حسب المعلومات والاخبار الوارده من منطقه ابو شعبان اي من نفس العائله، بان هناك اشخاص جاءوا ملثمين بزي عسكري في الليلة الماضية على هذا البيت، ثم خرج هذا البيت، شعر في صوت في محيط داره وخرج لكي يتحرى عن الموضوع، وعندما خرج ألقي عليه هذه المجموعة والتي تتكون من ثلاثة أشخاص وابل من الرصاص، مما أدى إلى قتله وإصابة آخر من عائلته. وبعد هروبهم تابع أحد الأشخاص وهو الثالث لهذه المجموعة لكي يتابعها، خرج إلى سيارته لكي يقتادها وينقل الجرحى ويتابع هؤلاء الأشخاص. فبعدها عندما وصل إلى هذه السيارة سيارته انفجرت عليه وكذلك أردته قتيلا. فبالتالي المنطقة نفسها تتهم قوات الجيش، لأن هذه المنطقة مليئة بالسيطرات من الجيش ومحيطة بقوات الجيش المتواجدة في المنطقة. نعم شيخ فايز، يعني ما هي، هل هناك دوافع خلف هذه الجريمة التي حدثت؟ هل هناك من أمور معروفة مثلا حتى أدت إلى هذه الجريمة؟ يعني يبدو بأن الحكومة أو الأجهزة من الجيش وغيرها المتواجدة في عدة مناطق منتشرة، إن كانت في الأنبار أو نينوى أو صلاح الدين، لا يرغبون بعودة الناس إلى ديارهم، وبالتالي قد يستهدف أي شخص وإن كان بريئا لكونه شاب، قد يكون متفتح، قد يكون نشط، فبالتالي يتم استهدافه عن طريق مجاميع مسلحة لن نعرف من أين يكونوا. نعم، أنت شيخ فايز تقول بأن الحكومة لا تريد عودة النازحين إلى مناطقهم، وهناك حديث من الحكومة بعودة 90% من النازحين إلى مناطقهم، ما تعليقك على تصريح الحكومة؟ يعني بإمكان الحكومة أن تأتي إلى أربيل، إلى كردستان، إلى أربيل أو السليمانية أو دهوك، فتجد مئات الآلاف العوائل موجودة من محافظة الأنبار، وبالتالي إذا كانت عودة النازحين مثل ما تقول الحكومة وتدعي 90%، من أين جاءوا هؤلاء المهجرين والنازحين؟ ولماذا يتواجدوا في هذه المنطقة، منطقة كردستان أو غيرها؟ لأن الأسباب واضحة، أولاً مدنهم مدمرة وبيوتهم مدمرة والحكومة غير جادة، وثانيا يخشون من العودة لأن الوضع غير مستتب وغير آمن، وبالتالي مثل ما تشاهدون يشاهد العالم كثير من الجرائم حصلت بعد عودة قسم من العوائل القليلة التي عادت إلى محافظاتهم ومدنهم. نعم، الناشط السياسي الشيخ فايز الشاووش كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.